السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العيد، كيف يفرح النازحون وذو المعتقلين. مشاهدينا الكرام، ستنضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذة ثائرة العقيدي، الكاتبة والباحثة العراقية، عبر الهاتف. وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن عيد جديد يحل على العراقيين، ولا يزال الألم والحزن يخيم على معظمهم بسبب ما عانوه بعد 2003 من مشاكل كثيرة بسبب الاحتلال وما تلاه. يجيء هذا العيد ونسب الفقر والحرمان وصلت إلى مراحل خطيرة في العراق، بالإضافة إلى غياب الأمن وضعف الدولة. عيد آخر يمر على العراقيين، ولا يزال أكثر من 1,200,000 نازح عراقي في الداخل محرومون من الفرح بعد أن هجروا من ديارهم وتدمرت مدنهم. عيد جديد يمر على العراقيين، ولا يزلن أمهات المعتقلين ينتظرن والدموع تملأ عيونهن على أمل النظر إلى أبنائهن المعتقلين وهم أحرار. عيد جديد يمر مرور الكرام من العراقيين، والفرح غائب والحزن سائد، فإلى متى؟ مشاهدينا، نزلنا إلى الشارع وأجرينا استطلاع رأي لآراء بعض المواطنين العراقيين، جئناكم ببعضها. سألناهم عن أوضاع العراق في العيد، أوضاع العراقيين، سألناهم عن أوضاع النازحين، كيف يمر عليهم هذا العيد، كيف يشعرون، هل هناك معالم الفرح، هل هناك شعور بالسعادة بقدوم عيد الفطر المبارك، أم أنها كالسنوات السابقة مليئة بالحزن، مليئة بالتعاسة، مليئة باللحظات المؤلمة. دعونا نستمع إلى بعض العراقيين ماذا قالوا ثم نعود. الفرحة ما تكمل، علما هناك نازحين، هناك مغيبين، هناك ناس تحت القبضان هم أبرياء. فأطالب بمناسبة العيد، أطالب بعفو عام للسجناء، باعتبار السجناء أغلبيتهم أخذ منهم الاعترافات بالإكراه، وهناك مخبر سري أبطش بالعالم. فأعتقد يعني أنه تكون فرحة كبيرة عندما يكون هناك عفو عام للسجناء والأبرياء وليس المجرمين. هناك فرق، لما أكون أنا أتغنى أنه يكون عقوبة الإعدام بحق المجرمين، أما الأبرياء يجب أن يطلعون، لأن يعني هناك كثير من الأبرياء دخلوا إلى السجن، أخذ منهم الاعترافات بالقوة بالتعذيب حتى هددوهم عوائلهم. فأعتقد أنه المخبر السري يعني يجب إلغاءه، يقولون لقيناه بس كذب. فأطلب من الحكومة وأطلب من البرلمان أن يصدر عفو عن هؤلاء الناس الأبرياء حتى يعيدون بين عوائلهم. المحروم من العيد هم من الناس الفقراء اللي ما عندهم أموال، الناس النازحين اللي يباتون بالمخيمات وبالجبال وبالصحراء. وهناك ناس يعني هسه قاعدة في بيوتها تحت الأنقاض، يعني على الأقل حتى منحة النازحين ما تطول للعالم. فأكو ناس تعيد عندها أموال وعندها متمكنة، وهي أغلب الشعب العراقي هو فقير، يعني أكو طبقة وسطى وأكو طبقة مسحوقة. الآن الطبقة المسحوقة أكثر شيء، حتى الموظف لا تعتقد أنه زنقين. شو 900,000 دينار ب 100,000 يطونه، هو قاعد بالإيجار وعنده طالبات كلية وعنده وأقل واحد هسه أقل بس 200 دينار راتشية مالته. فأطلب يعني من إي والله حقيقة نكون صادقين، يعني ثلاث أرباع الشعب العراقي تحت مستوى الفقر، زين وما يستفاد. ما يطلقون هسه على بسط هاي سيف المتقاعدين، هاي لحد الان هسه اول شهر هذا ما طول ولا واحد. هاي الحكومه الفاسده الموجوده بالخضراء، هاي الاحزاب السياسيه التي اتخذت من الوزارات العراقيه غنائم لاحزابها، هاي ليست كتل سياسيه، هذه عصابات سياسيه استولت على مقدرات البلد ونبت خيراته، والان هم يسوون نفسهم مجاهدين. هم مجاهدين، مجاهدين شنو؟ مانسن مانديلا مجاهد ومو مجاهدين؟ منو كان منهم جيفارا؟ منو كان مانسن مانديلا؟ مجرد عصابات سياسيه تحكم البلد وتبطش به، يعني وايضا ميليشيات موجوده تقتل المواطنين، وحتى اكو بعض المناطق هذا يسوون بها تغيير ديموغرافي. هسه تحدى اي واحد مسؤول عراقي يستطيع ان يرجع جرف الصخر مثلا. هاي منطقه عراقيه بها ميليشيات تابعه لايران، وهاي اللي قاعد تقتل المواطنين والنازحين الاف. منطقة عسكرية حولوها تغيير ديموغرافي، غيروها إلى مناطق عسكرية، ما يقبلون يرجعون بعد. وأيضا هاي الميليشيات كلها تابعة لإيران. طبعا اكو فرحة، بس احنا تدري الظروف اللي أكثر الأرامل عندنا وأكثر أيتام، وهي تقريبا راحت الفرحة وأكثرهم دا يسافرون يهاجرون الشباب، فتقريبا العيد مو مثل قبل.
العيد اللي كان بالسبعينات خف، بالثمانينات، بالتسعينات أقل، وهسه بالنسبة للعيد أكو فرحة بس مو مثل السبعينات والثمانينات، أكو أمور تغيرت بالحياة. والله إحنا يعني نتمنى من كل العراقيين مساعدة النازحين ويرجعون لبيوتهم ومساعدتهم بأي شيء نقدر نساعدهم به. والله هاي صعبة على كل عراقي وعلى كل إنسان شريف ووطني، المفروض يفكر مثل ما يفكر بروحه وبجهاله وبعائلته، المفروض يفكر بالنازحين وين هسه نايمين وش ياكلون وشلون راح يعيدون. الإنسان المفروض ما يعيد إلا جاره ووطنه كله معيد، حتى من يقعد ويعيد ويا أطفاله يحس بطعم العيد. طبعا يعني هاي صعبة، هاي احنا همتين حتى برمضان احنا قبل كنا ما ناكل اذا ما نوكل جارنا، هسه تباوع الانسان ياكل ويشبع وما يدر بجاره ما يشبع، فهاي كلها صعبة. انه انت فرحان بالعيد وجارك جوز حتى هدوم ما عنده يلبس، جوز حتى اكل ما عنده ياكل، فهاي فشي صعب يعني مؤلم مؤلم. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض المواطنين العراقيين، سنأتيكم أيضا بمقطع آخر بعد قليل أيضا به استطلاع لآراء مواطنين آخرين، لكن الآن نرحب بالأستاذة ثائرة العقيدي الكاتبة والباحثة العراقية معنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذة ثائرة وكل عام وأنت بخير. حياكم الله وكل عام أنت بخير وسلامة يا ربي. أستاذة ثائرة، يعني استمعت حضرتك إلى رأي بعض المواطنين العراقيين بشأن العيد. اليوم الوضع بالعراق الحزن مخيم، المعاناة مخيمة على العراقيين مستمرة، نازحين أكثر من 1,200,000 نازح عراقي خارج مدنهم خارج بيوتهم المدمرة، غابت عنهم فرحة العيد منذ سنوات ليس الآن فقط. وأيضا نتطرق إلى جزئية ذوي المعتقلين والمغيبين، طبعا سنأتي إلى المعتقلين والمغيبين بعد قليل، لكن بشكل عام خلينا نتكلم بشكل عام، هل بقي للعيد طعم سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى أو أي مناسبة سعيدة في العراق، هل بقي لها طعم بعد الاحتلال؟ نعم طبعا، بالنظر إلى الواقع الحال في العراق نجد أن المجتمع العراقي كامل الأسر مشتتة ومفلشة، يعني هناك من تهجأ، هناك من اتخذ طريق الهجرة خارج، هؤلاء الشباب اتخذوا الهجرة خارج بلدهم، هناك من اعتقل وسجن، هناك من نزح. طبعا عندنا أجواء العيد حاليا، نحن هنا في السليمانية النازحين عندنا أجواء العيد خاصة الذين يقطنون المخيمات تختلف كليا عن طقوسها المعروفة لدى العراقيين. طبعا يعني أصبحوا يتمنون أن تكون هناك، يعني لا تكون هناك أيام عيد كثار الأيام، يعني أصبحوا يريدون أن تكون أيام عادية لأنها أصبحت أثقل بكثير، خاصة على حسرات أطفالهم لعدم حصولهم على ملابس جديدة أو ذهابهم أماكن ترفيهية. النازحين سابقا كانوا يسارعون الحياة بالمؤن اللي تصلهم من المنظمات المحلية والدولية وحتى لو قلت كميته، أما اليوم فلم يعني يبقى سوى إدارة المخيم التي تقدم عن طريق منظمات خيرية بسيطة. طبعا غياب معظم المنظمات بالآونة الأخيرة بحجة توجهها لدعم العائدين لمناطقهم متجاهلين بقاء عشرات الآلاف من الأسر تحت قساوة ظروف المعيشة. طبعا يزيد هذا من وقع هذه القساوة تقصير الحكومة، طبعا أصبح العبء كله يقع على كاهل بعض المنظمات والمؤسسات الخيرية، حتى النظر بملف النازحين من قبل البرلمان بات يعني متناسين هذه الشريحة. حال النازحين اليوم أسوأ من أي حقبة مضت منذ عام 2014. لأن الكلمة موشحة بتجاهل الحكومة واستسلام النازحين لحال الواقع. طبعا يمضي حال مئات الآلاف نحو مستقبل يعني كارثي، مستقبل غير معلوم لهؤلاء. أستاذة ثائرة، يتساءل مواطنون عراقيون يقولون ألا يكفي لهذه الحكومة أنها سرقت خيرات العراق، تريد الآن أن تسرق أو سرقت حتى بعد 2003 حتى فرحة العراقيين، لم تبقي مجالا للفرح والسعادة في قلوب العراقيين. العراق أو المواطن العراقي أو الشعب العراقي مصنف أنه واحد
من أتعس الشعوب في العالم الآن بسبب الويلات، رغم أنه يسكن أو يعيش أو أنه صاحب جنسية لبلد من أغنى بلدان المنطقة، المفروض يعيش برفاهية ويعيش باطمئنان واستقرار، يعني ألا يكفيهم أنهم سرقوا قوت العراقيين يسرقون فرحته أيضا؟ نعم طبعا احنا نلاحظ يوم بعد يوم تزداد صعوبة المعيشة في العراق نتيجة تردي الأوضاع المادية وزيادة الالتزامات، التزامات العوائل، لأن كلما زاد ارتفاع الأسعار كلما ضاق الحياة المادية تكون ضيقة على المواطن. نعم. الظروف القاسية اللي يمر بها العراقيين، سرقة البهجة والكثير من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على تلبية احتياجات العيد لاكتوائهم بنار الغلاء، يعني الغلاء هذا نتيجة ارتفاع الدولار، معناه شنو؟ معناته التقصير من الحكومة. نعم. يعني الحكومة لحد الآن لم تبادر بتقديم أي منح مالية للفقراء والمحتاجين التي يمكن أن تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الناس في مثل هذه الأيام. السلع متوفرة بأنواعها في الأسواق المحلية، غير أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يحول دون الشراء بسبب ارتفاع قيمة الدولار. نعم. مقابل العملة المحلية وزيادة الأسعار البضائع مقارنة بالأعوام الماضية يعني. نعم. أستاذة ثائرة، حضرتك تشاركين معنا في برنامج منبر رافدين للمرة الأولى، طبعا نظامنا في البرنامج أنه نستقبل أيضا آراء مواطنين عراقيين عبر الهاتف، وأيضا تحدث. نعم. مداخلات ما بين المتصلين وما بين الضيف بين حين وآخر، أرجو من حضرتك أن تبقي معي قليلا، سأعود. نعم. إليك بعد قليل. نعم. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام. مساء الخير لحضرتك ولضيفك ولجمهور الرافدين. أهلا وسهلا. نقول كل عام وأنت بخير وعيد سعيد وربي يتقبل الطاعات إن شاء الله. منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. فرحة العيد في العراق هي فرحة واحدة فقط، هي فرحة رؤية هلال شهر شوال. أما باقي فالحكومة صادرت فرحة العراقيين. بحكومة جاءت بالطائفية، حكومة جاءت بالاختلافات، حكومة سرقت خيرات الشعب العراقي، حكومة جعلت من شخص مهجر داخل بلده، وهذه لأول مرة تصير في تاريخ العالم، أنا مهجر داخل بلدي، أنا مهاجر داخل بلدي. أصبحت المهجرين يعني يصومون ويعيدون وهم في بلاد المهجر في بلادهم، يشمون ريحة وطنهم، يشمون ريحة تراب وطنهم، لكن هم لا يقدرون يعني لا يستطيعون العودة لمنازلهم بسبب السياسة في البلاد، لا بسبب إرهاب ولا سبب، يعني بسبب أنه هناك وجود سلاح منخلط في البلد سواء كان من الإرهابيين أو من الميليشيات التابعة للحكومة. الحكومة سرقت فرحة العراقيين بعدم توفير لقمة العيش الهنية لهذا البلد. اليوم بلد ميزانته أكثر من 160 مليار دولار ويعيش 14 مليون أو 16 مليون يعيش تحت خط الفقر. اليوم الشريحة المهمشة شريحة المتقاعدين لم تصرف رواتبهم، وهذه مو من موازنة، ترى الراتب التقاعدي هو موظف ينطي 12% من راتبه و 7% من الدولة تنضم له لما يتقاعد، يعني هذا ما ينتظر موازنة، لكن هناك التلاعب بأموال المتقاعدين. أبو علي، ربما يأتي أحد من العراق حاليا من الداخل العراقي يقول لك انه هذا الكلام غير صحيح، اكو فلوس واكو امان والناس ده تطلع بالثنتين بالليل تفتر ببغداد والحياه ماشيه، هل المشكله في هؤلاء الناس ان هم نظرتهم محدوده ولا ينظر الى مدى ابعد، ام ان ما جرى بعد 2003 اثر على الحياه الاجتماعيه المجتمع العراقي، جعل فكره التفكير بجاري، فكره التفكير بابن بلدي اللي دي يعاني في محافظه اخرى ليست كالسابق؟ شوف سيد الكريم، العراق الشعب العراقي مقسوم الى قسمين، 15% اللي هم اساسا بالاساس منتفعين من هذه الحكومه، و85% هم الشعب العراقي المهمش. 85% يقول وين الامان اذا اشخاص تسرق الدوله ويطلق سراحها، شخص يعني يهرب من مركز شرطه في اي بي داخل المنطقه الخضراء، يهرب ثم يقتل في الخارج ثم يعاد مرة ثانية جثة هامدة حتى ما يعترف على السارقين. الـ 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 الأمان وينه؟ وإحنا اليوم الوزير أو الرئيس أو شخص عادي لا يستطيع أن يقول كل حرية التعبير، عندما شخص ينتقد رئيس وزراء يعني يسجن به في السجون، هناك أشخاص غير ما محاكمين داخل السجون، وين الحرية؟ وين الأمان؟ وين الخير الموجود في البلد اللي بلد أساساً
تعيش بالبناء يعني بيوت خشبيه وتشيش. اشكرك سيد ابو علي، انا اكتفي يعني بحضرتك، شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير. استاذه ثائره، يعني استمعنا الى حديث السيد ابو علي من واسط، يقول المواطن الان وخاصه النازح يعيش غريب في بلده. لماذا أوصلوا العراقيين، الجهات الحاكمة أوصلوا العراقيين إلى هذه المواصيل، إلى أنه يعيش كغريب في بلده، يشعر بالغربة وهو في وطنه بعيد عن بيته الذي تهدم نتيجة الإخفاق والفشل الحكومي، ولا يستطيع العودة إلى منزله بسبب النفوذ الميليشياوي، ويعيش الحرمان كما تفضلت بسبب رفع السلطات يدها عنه وعن عائلته وأطفاله وغيرهم، وبالتالي هم فعلا غربة في وطنهم. لماذا وصل الحال بهم إلى هذا الحال، إلى هذا المستوى؟ طبعا نحن إذا ننظر المنظار سابق ومنظار واسع، أنه هذا التخطيط اللي أتت به أمريكا هو هذا اللي حاصل حاليا وعلى أرض الواقع ده يتطبق. هي أمريكا اللي من دخلت واحتلت العراق، هي أرادت أن يكون الشعب العراقي بهذا المستوى، أن يعيش الحرمان، يعيش الظلم. عندما أتوا هؤلاء على الدبابات وهي ما وضعتهم على الكراسي، وهي من سلمتهم دفة الحكم، هي من أرادت أن يطبقوا الظلم والاستبداد والفقر، ويهتكوا كل شيء جميل، يقضوا على كل شيء حتى الأعياد والمناسبات. هي أرادت هذا الشيء، وهؤلاء هم أداة، هذه الدولة أداة بيد المحتل، يطبقون الظلم على المواطن العراقي. نحن مو فقط النازحين، حتى المواطنين العاديين أساتة تجي على الجنوب نفس الحالة، الفقر يعني فقر، يعني هناك تقريبا 40% من محافظات جنوبية تحت خط الفقر. يعني طلاب ذوي شهادات عليا يعني ما عندهم، لا يملكون وظيفة. وهنا احنا طبعا اذا تجي على الدوائر، تجي على المدارس، تجي على المؤسسات، هناك نقص في الكوادر. يعني احنا هنا عندنا نقص في كوادر النازحين، في كوادر التدريسية. دائما نطالب الدولة انه مثلا نريد كوادر تدريسية للطلاب النازحين، لا يلبون الطلب. ويا مكثر الخريجين، ويا مكثر المحاضرين المجانيين. نعم. فهي هم أرادوا هذا الشيء، هم لا زالوا هم يطبقون هذا القاعدة أو هذا الشروط أو هذه الظلم اللي جاء به الاحتلال. طيب أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ ثائرة. نستقبل السيد جبار من بغداد. تفضل يا جبار، حياك الله. السلام عليكم، كل عام بخير. وعليكم السلام. صحة وعافيه ان شاء الله، رمضان كريم علينا ان شاء الله، غفور قبول الطاعات ومغفور الذنوب للجميع. منا ومنكم. اخي العزيز، استاذ العزيز، احنا بالعراق نعيش حاله يرثى لها جميع الجوانب، في حاله امنيه، حاله اقتصاديه، لكن السياسيين على الساحه يقولون ان الوضع تمام. اكبر دليل بانه العمليه السياسيه فاشله بكافه جوانبها ونواحيها، بأنه أي ضرب صار كأنما هذا قبل يومين هروب أحد المسؤولين، نقول سعد كمبش، واليوم قالوا لزموه بالموصل وجلطة أو جلطة دماغية أو سكتة قلبية. هاي واحد من الفساد، من اللي طلعه زين؟ هو كان يتباهى بأنه رئيس ديوان الوقف السني، يعني عندي كان تماس مباشر وياه عن طريق شخص كان يشتغل مقاولات وياهم، بأنه إنسان يعني بمعنى الكلمه فاسد لابعد الحدود. الله يرحمه، نقول ميت الله يرحمه. اضافه للطبقه السياسيه الحاكمه، السياسات والحكومات اللي جت من 2003 لحد هذه اللحظه كلها فاشله، كلها طائفيات. اريد رايك سيد جبار بقدوم عيد الفطر المبارك، وعندنا 1,200,000 بحسب الارقام الحكوميه، 1,200,000 نازح عراقي خارج بيوتهم ومدنهم، وعندنا عدد كبير من ذوي المعتقلين اللي أبنائهم أبرياء في السجون، يعني ما يعرفون لا مصيرهم ولا يعرفون شنو التهمة ولا يعرفون شو وقت يطلعون. إلى متى تستمر الأعياد تتوالى على العراقيين والحزن يخيم على الجميع وماكو فرح؟
الأستاذ العزيز، أنا هذا الموضوع يعني كبير جدا جدا، الموضوع هذا لا يتساهل به أي شخص مع الحكومة هذه الحكومات الفاسدة من عام 2003 لحد اللحظة. أنا دائما كنت أطلع محلل سياسي على القنوات الفضائية ومنها قناة التغيير وقناة السومرية وهنا بغداد وكثير من القنوات اللي العراقيين نقول هنالك منهج أو تسييس لغرض إبعاد الناس الوطنيين عن السلطة في العراق، والوطنيين لا يشاركون في هذه السلطة لأنه أتت بقيود ودبابات الاحتلال. من الذي أتى بهذه الطبقة السياسية الذي يقولون هنالك معارضة لهم إخراجهم؟ هي أمريكا جابتهم قاعد مع الكراسي. أنا ما نقول النظام السابق يعني كان بأنه أفضل من هذا، لكن النظام السابق أكو نظام، أكو حكومة، أكو قرارات، أكو قانون، المواطن الصالح يكافئ، المواطن المجرم يعاقب. هذه الحكومة المجرم يكافئ والصالح يعاقب. أكبر دليل بأنه دخلوا بصورة داعش فلشوا المناطق اللي المناطق الغربية والشمالية، المناطق اللي أغلبية نقول أغلبية سنية، بتدبير من إيران التجارة الأرجنتينية مع الحكومات الفاشلة من المالكي لحد هذه اللحظة. الحكومات الفاشلة على بشكل أنواع متعددة تأتي. زين المهجر شنو ذنبه؟ داعش راح، صار من 2015 لحد الآن المناطق تحررت، المناطق من تتحرر غير أكو ناس مظلومين يرجعون، أكو ناس ما لهم ذنب. الصقلاوية واحدة، جرف الصخر اثنين، بلد ثلاثة، المناطق اللي بكركوك الحويجة، مجزرة الحويجة من ذيك السنين لحد اللحظة. الأخ العزيز بما يخص هذه الطبقة السياسية لا تقوم لها قائمة، المهجرين لا يرجعون، ليش؟ لأنه يسحبون بسبب وجودهم مبالغ وفساد هاي المناطق. شكرا سيد جبار من بغداد، وصلت الفكرة، أشكر حضرتك للمشاركة. أستاذة ثائرة، هناك استفادة كما يقول السيد جبار وكما يرى كثيرون أيضا، هناك استفادة مادية عائدة على الأحزاب الفاسدة، على السياسيين الذين يتاجرون بقضايا المهجرين والنازحين والمعتقلين وذويهم، اللي خلينا نقولها ينحسبون أو يحسبون أنفسهم على المحافظات المنكوبة، وبشكل أدق السنة، سياسي السنة اللي تاجروا بالقضية، بالإضافة إلى طبعا بقية السياسيين، وبالتالي ملف أو معالجة ملف النازحين والمهجرين وملف المعتقلين هو أمر من الخيال، لأنه هناك فوائد مادية كبيرة عائدة إلى هؤلاء. هل تتفقين مع هذا الطرح أم أن هناك أسباب أخرى كما تفضلت، ربما إرادة دولية أكبر من أنها تغير أو تأبى أن تغير في العراق أي شيء؟ نعم طبعا احنا نعرف قبل تقريبا سنتين صار ضغط على النازحين انه يرجعون لمناطقهم. هو يعني واحد ياخذها بالعقل، شلون يرجعون لمناطقهم؟ اولا اسباب كثيره تمنعهم من هذا الشيء، اولا بيوتهم اللي تهدمت ونهائيا صارت حجار. ثانيا الميليشيات اللي بمناطقهم، انا من الناس، انا من الموصل ما اقدر ارجع، لانه ميليشيات عدد لا يحصى. يعني كل قومية وكل طائفية وكل لها ميليشيات خاصة. زين حتى هذول بيناتهم تصير حرب، اللي يقع بها الإنسان الفقير بيناتهم، إذا تصير مشكلة الإنسان صح، حتى أكو بعض الشيء يعني حسب ما سمعت أنه أمان أكو بالموصل، بس هذا الأمان يعني غير مستقر أنا أعتقد، لأن أكو جزئي. نعم فكثير من المواطنين أكوش أرامل، أكوش مطلقات، أكوش أنا أعرف أشخاص بالمخيمات. أسألهم من تكريت، أقول يابا ليش أنت ما ترجع؟ أنتم ما عندكم بيوت هناك يعني أحتلكم منه؟ قال والله هذا ابن عمي داعشي وهذا أخوي داعشي، هسه أنا أروح بالرجلين، إذا أرجع هناك أنت أخوك. زين هذا ليش برقبة هذا؟ يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني فالناس تريد خطية، يعني أهم شيء عندها الأمان، يعني يقولوا خلي ومن يسير شؤون العراق مزيدنا. ومن يسير شؤون العراق أحزاب تصف نفسها بالإسلامية أكيد. طيب يعني نعم هنا نعم هنا ما تفضلت به، ويؤخذ البريء بجريرة أخيه بسبب ذنب ارتكب أحد أقاربه هو انتمى إلى داعش أو كذا، أين العدالة بالموضوع؟ هل هكذا يعمل القانون والعدالة تسير في العراق؟ هل بهذا الشكل؟ يا أخي نحن عندنا سجن بتلكي، سجن نسائي،
2400 مرأة مع أطفالهم من 2017. ذنب المرأة أنه مثلا أخوها أو زوجها وأصلا هو ما موجود، يا أما ميت يا أما انهزم. زين هاي ايش ذنبها هي واطفالها من 2017 هي بهذه السجون، وتعرضوا الى تعذيب وتعرضوا الى اغتصاب. يعني اطفالها هسه هذول شنو ذنبهم يربون بالسجون؟ هسه اعمارهم صار لهم 6-7 سنوات بالسجن. يعني هاي جريمه، جريمه يعني جريمه انسانيه كبرى. فالحكومه لحد الان هذا الملف مع النازحين مهمش. يعني هذا يقودنا او يعيدنا الى السؤال استاذه ثائره، هل ما يحدث الان من قضيه تهميش لملف النازحين والمهجرين او المعتقلين هو بسبب الانتفاع العائد على هذه الشخصيات او الاحزاب، ام ان هناك اراده دوليه تابى ان يتم تغيير او حلحله اي ملف يتعلق بعوده النازحين او استقرار العراق بشكل عام او انهاء ملف المعتقلين؟ والله قضية ملف النازحين قضية كبيرة جدا، أعتقد حتى مو قضية دولة حكومتنا نحن، أعتقد هي قضية خارجية بيد إيران وبيد، لأنه اللي واقف على هذه السجون ميليشيات إيرانية. يعني عندك هذا سجن تكاف ميليشيات إيرانية. فإذا أنه أحيانا ينفتح موضوع، نفتح موضوع هؤلاء العوائل والمسجونين والمعتقلين، الناس ما تدري، يقول لك هذا واعش، قال لك يابا هذول ما دواعش، هذول مرات اكوش منهم يعني تهجروا قصريا الى مخيم ابو الهول. على اطراف مخيم الهول. نعم مخيم الهول في سوريا. مخيم الهول نعم في سوريا. فهذول راحوا دروع بشريه من زمار من بعاج، واعرفهم يعني ما لهم اي علاقه بداعش، لكن داعش عندما أرادت أن تهرب اتخذتهم كدروع بشرية. لحد الآن هم هناك ويريدون يرجعون ما يخلوهم، ومع العلم رئيس المخيم هناك عراقي من المسؤولين العراقيين. يعني هم مصرين أنه يكون هذا التشتت بين الناس، بين الشعب العراقي، أن يزرعون هذا الشيء أنه هذا داعش، وأصلا هم لا دواعش ولا داعش، هم زرعوه وهم أصحابه بس لفقوتهم للفقراء فقط. نحن أنا ما زلت أعرف ناس في الموصل كانوا أمراء، كانوا قياديين في داعش، موجودين لحد الآن قياديين بالحشد، أقسم بالله. يعني هم والله العظيم، فهم يعني هم وهذا اللي تفضلت به أستاذة ثائرة ربما تؤكده أو أكدته الأخبار اللي صدرت قبل فترة بإلقاء القبض على عناصر من الحشد متنكرين بصفة داعش ينوون الهجوم على نقاط أمنية في محافظة ديالى. طيب أنا أرجو من حضرتك أنه تبقين معي أستاذة ثائرة بعد قليل نعود إليك. معنا السيد أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الكريم، تتوضح طائفية هذه الحكومة يوما بعد يوم تجاه النازحين الذين أخذوهم بجريرة غيرهم من الدواعش. الذي يقهر القلب والذي يكون عهرا في الإعلام أن تسمى المناطق التي دخلها الحشد بالمناطق المحررة. أخي التحرير أن تبعد عدوا وتأتي بأهالي المنطقة الأصليين وتسكنهم في ديارهم الذين لا ذنب لهم لا بداعش ولا بغيره. بل إن أفراد داعش فردا فردا يا حكومة المنطقة الخضراء تعلمونهم فردا فردا، لأن مخابراتكم ومخابرات إيران هي متغلغلة في داخل داعش بالإضافة إلى المخابرات الأمريكية. وأقول هذا الكلام عن يقين. أسماء داعش وصلت إليكم فردا فردا، وتعرفونهم وتميزونهم وتعلمون أن النازحين في كل مكان بريئون من كل انتماء لداعش، لكن دافعكم الطائفي وراء هذا الاستهداف. لا نسمي هذه المناطق بالمناطق المحررة، نسميها بالمناطق المفتوحة، لأنهم أخرجوا احتلال داعش وأدخلوا احتلال الميليشيات الإرهابي بشهادات دولية. وهنا أبو سمية هنا نسأل، يعني إلى متى نحن الآن في العام 20 من الاحتلال الأمريكي؟ 20 عاما غابت الفرحة ويزداد الظلم ويزداد الحزن سنة بعد أخرى على مضي هذا الاحتلال وعلى مضي الحكومات التي جاءت معه والتي لا تزال تحكم. متى ستعود الفرحة إلى قلوب العراقيين؟ متى سيشعرون بالارتياح وهم يستقبلون عيدا أو يستقبلون مناسبة سعيدة؟ أخي الكريم، هذا الأمر لا يعني الحكومة،
سيد الكريم، انظر إلى الدول المتقدمة التي فيها حقوق الإنسان، نرى كل مسؤول وكل رئيس دولة إذا عجز عن معالجة مشكلة أو إذا عجز عن معالجة أمر خطير كفساد أو غيره تراه يستقيل. هؤلاء لو كان عندهم إحساس أو إنسانية لتركوا المناصب، لكنهم متمسكون بالمنصب الطائفي بأيديهم وأرجلهم لأجل انتقامهم لا لأجل الشعب. وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع ضيفتنا الكريمة، وأيضا لدينا كما قلنا استطلاع رأي سنعرضه لحضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقتنا لهذا اليوم أو هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. نصل الآن إلى نصفها، وتحدثنا أو نتحدث اليوم عن موضوع العيد وكيف يستقبل النازحون وذوي المعتقلين هذا العيد وهم في العراء وهم بعيدون عن أبنائهم وأبنائهم بعيدون عنهم، لا يستطيعون الوصول إلى الأبرياء الذين يقبعون في السجون، ينتظرون بالنسبة لذوي المعتقلين بفارغ الصبر أن يتم إطلاق سراح كل الأبرياء الموجودين في السجون، لكن لا حياة لمن تنادي. حكومة أغلقت آذانها وعيونها عن مآسي هؤلاء، عن معاناتهم، لا تريد أن تساعدهم في عملية إطلاق سراح الأبرياء، لا تريد أن تكون عادلة في قانونها، عادلة في قضائها، لا تريد أن تطبق العدالة بالشكل الصحيح، وبالتالي تستمر هذه المآسي ويستمر الحزن يخيم على العراقيين بشكل عام وعلى هذه الفئة التي ظلمت نتيجة الفشل والفساد والإخفاق الحكومي بشكل خاص. كما قلنا لحضراتكم، نزلنا إلى الشارع واستطلعنا آراء بعض المواطنين العراقيين، دعونا نتابع ونستمع إلى آرائهم بشأن قدوم عيد الفطر المبارك وكيف يعيش العراقيون في هذه الأيام المباركة، لنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. العيد يبقى هو العيد، وأجواء العيد تبقى هي أجواء العيد، سواء أن الظروف والأحوال تغيرت. فالأعياد السابقة كانت أجمل من الأعياد الحالية، لأن الأعياد السابقة كانت فيها الألفة والمحبة والتواصل وزيارة الأقارب والعوائل التي تتزاور فيما بينها. الآن ربما تطور التكنولوجي أحدث بعداً بين العوائل، لأن العوائل أصبحت تتواصل ربما في مواقع التواصل وفي في الواتساب وفي الفيس وفي غيرها من المواقع، لذلك لم تعد الألفة والمحبة كما كانت سابقا. النازحين لهم قصة كبيرة جدا. النازحون للأسف الشديد من بعد ربما 8 سنوات أو 7 سنوات النزوح لا زال نزوحا، على الرغم من عودة المناطق وعودة المحافظات التي نزح منها أهلها، إلا أنهم بقوا إلى الآن يسمون نازحون. السبب أكيد أصحاب القرار هم السبب، لأنه يفترض في دولة قوية وفي دولة فيها نظام وفيها احترام، لا يوجد شيء اسمه مغيبون. يفترض أن يكون في الموضوع حسم، أما أن يكون حاضر ويعاد إلى أهله أو يكون في عداد لا نقول مغيب وإنما نقول محسوم أمره، مقتول أعطوا خبره لأهله، موجود أبلغوا أهله أنه في السجون أو في أي مكان آخر. يجب أن لا تكون أمور مبهمة إلى هذا الحد. هذه حال الدنيا، يعني ربما
لو كان الأمر في العراق الجديد أفضل مما هو عليه الآن لكان حق العراقيين كلهم أن يفرحوا في العيد. يجب على العراقيين كلهم أن يفرحوا، الشعب العراقي شعب طيب وشعب أصيل وناسه صلاء ويستحقون الفرحة للجميع، لكن منهم من يفرح ومنهم من لا يفرح، هذه يجب أن تكون فيها إعادة نظر. الفرحة هي موجودة بينما توجد عوامل تضعف هذه الفرحة، مثلا الحالة المادية، هناك عوائل تفرح عن طريق السفر وشراء الحاجيات للأولاد بالعيد، وهناك ليست لهم حالة مادية تساعدهم على الفرحة، العامل المادي يكون ليس لا يستطيعون شراء لأولادهم أو لا يستطيعون سفر في العيد، فالعامل البادي يضعف فرحتهم وحركتهم بالعيد. والله هي النازحين مشكلة مهمة أو مشكلة كبيرة في العراق اليوم، عدم اهتمام المسؤولين في الدولة بهذا المجال هو كارثة. المفروض أن تخصص وزارة للنازحين أو جانب من وزارة المهجرين للنازحين للاهتمام بأوضاعهم وأحوالهم، فمن ناحية تخصيص مكان مناسب لهم بدل الخيم، من ناحية توفير لهم مستلزمات العيش لحين عودتهم إلى بيوتهم. يجب أن تكون هناك قوانين للمعتقلين، مثلا إذا كان بالإمكان العفو عن بعضهم ممن لم يرتكب جرائم، وبعضهم ربما زج بالسجن بأسباب غير صحيحة. يما احنا اول مره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يبارك بكم ان شاء الله. انتم توصلون صوتنا لما انتم ما يصل صوتنا، ان شاء الله يا رب يعم الامن والامان على عراقنا الحبيب، ان شاء الله رمضان مبارك ان شاء الله، خير وبركه علينا، ان شاء الله يفرحون كل فقير، وان شاء الله كل مهاجر عن بيته ان شاء الله يرد البيت سالم مسلم. والله السبب يعني دمار اجندات، احتبر يعني اجندات اخر خارجيه، اي لان هو العراقي ما يسوي هيك شيء باخوه العراقي. ما احنا العراقيين معروفين اهل الكرم واهل الطيبه واهل الغيره، ما اعتقد يعني احنا هيك شو هو قام المظلوم الفقير يطب سجن، واللي باقي الدوله واموال الدوله يطلع خارج العراق، يعني شو صار بالعكس عندنا العداله؟ اين العداله؟ والله يما يعني اقول لهم الله، واحنا ان الله، انا مره مستنى يعني لا راتب ولا تقاعد، وهم انا زوجي احد ضحايا الارهاب احتبره معوق جريح حرب، لا حول ولا قوه، مره كبيره ومريضه، وابيع انا اجيب المتنبي ابيع عن المدعي. هسه جيت متاخره، زين شبيع انا جيت متاخره، كنت صايمه عن ما فطرت عن ما هاي، والحال تزينه ومتمكن، كل ايام عيد، كلها ايام الله هي عيد، عد اللي متمكن، بس الفقير ما عنده عيد. استمعنا مشاهدينا الكرام الى حديث او اراء بعض المواطنين العراقيين. نعود مره اخرى للاستاذه ثائره العقيدي. استاذه ثائره، يعني نبره الحزن واضحه في اصوات العراقيين، لكن هي لا تصل الى ربما من استمعنا اليهم الان، لا تصل إلى مستوى الحزن الذي يعيشه هؤلاء الذين الآن في المخيمات من أبناء الوطن، في مخيمات بعيدين عن ديارهم، بعيدين عن بيوتهم، عن محافظاتهم. لكن طرح أحد الأخوة، تحدث بنقطة وقال بأنه من لديه القدرة المادية سيشعر بفرحة العيد. هل يمكن أن يقاس مستوى الفرح أو السعادة في العراق بهذه المناسبات بالمقدرة المادية، أم أنه ربما هناك أسباب أخرى تحول دون الشعور بالفرح حتى وإن كان المواطن لديه المقدرة على شراء حاجياته؟ طبعا أسعدنا النازحين أكون داخل ليس خارج يعني بالمخيمات، أي داخل المركز السليمانية. عندنا نازحين عندهم قدرة ومأجرين بيوت، والله العظيم الفرحة غايبة عنهم، لين بعيدين عن أهاليتهم، بعيدين عن أقاربهم، هنا يحسون نفسهم بالغربة، أيضا لديهم شهداء، لديهم معتقلين، يعني هم عندهم حالة مادية، لكن يعني حتى بيوتهم يعني مناطقهم عافوا وجوا هنا،
إذا يرجعون ماكو أمان، شنو قيمة العيد إذا ماكو أمان؟ شنو قيمة العيد إذا عندي ولد من أولادي مغيب أو 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 معتقل؟ شنو قيمة العيد إذا أنا غريب بمنطقة غريبة؟ صح نحن داخل الإقليم ومحترمين والناس هنا إخواتنا الأكراد، لكن يتبقى أنت لما بعيد عن أهلك وأقاربك تبقى أنه أنت غريب عايش. ففرحة العيد ما تكمل بالمادة، ليس نحن عشنا حالة حصار، يمكن تتذكر حالة الحصار. لكن كنا كان أكو أمان، صح المواد كانت قليلة وكانت يعني دوب تكفي هذه، لكن أكو أمان، أكو تآلف، أكو طيبة، أكو جارح على جارة. هسه حاليا الناس تخاف، يعني اتصور هسه لمن واحد يدعم له واحد بالشارع ما يشوف واحد مدعوم بالشارع ما يشيله، يخاف. هذا الذي يقودنا الى التساؤل، انه من السبب في تغيير العقلية الاجتماعية للشعب العراقي التي اوصلته الى هذه الحالة؟ اننا نرى اليوم وكما استمعنا الى اراء بعض المواطنين انه هناك من يشعر بالفرح في ايام العيد وجاره لديه مصيبة، جاره مثلا مهجر، جاره نازح، أو لديه معتقل، أو لديه حالة وفاة، أصبحت حالة الاكتراث بالآخر ضعيفة عن السابق. يعني تحدث أحد الأخوة قال في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات نعم قلت مستويات الفرح، لكن كانت لا تزال موجودة بسبب التواصل الاجتماعي الموجود داخل المجتمع العراقي. الآن أصبح هناك التشظي بالنسبة للحالة الاجتماعية للمجتمع. من المسؤول عن إيصال المجتمع العراقي إلى هذه العقلية، أنه أصبح بعضهم لا يكترث بما يجري حوله من مشاكل في بلده؟ نحن لمن حكومة ومسؤولين يحكمون وهم غير قادرين على تلبية أبسط مستلزمات المواطن العراقي، واللي هي هذه الوجبة الغذائية. نحن سابقا كانت الوجبة الغذائية أيام الحصار كان فوق العشرين مادة. حاليا كل شهرين ثلاثة ينطوهم طحين غير يعني منتهي الصلاحية، أو تمن معفن، أو مواد غير قابل استهلاك البشري. يعني هاي الأموال اللي بالمليارات اللي عاد تنسرق، اللي ما حد أي حاسب عليها ولا يعني تهمش وتمر مرور الكرام. اللي يسرق يطلع خارج العراق وكأنما سرق له مليونين، مو مليارات، مو اللي الناس اللي ميتة من جوعها بالمخيمات، وحتى أنا سبق ذكرت لك حتى بالجنوب ناس جدا وضعيتها تعبانة وتحت خط الفقر. أستاذ ثائرة في دقيقة واحدة، أرجو المعذرة لضيق الوقت، ما فائدة وجود وزارة الهجرة والمهجرين بوزيرة وكادر ورواتب؟ والله يا أستاذ أنا دائما هاي النقطة أنا أقول ما بها فائدة. أي فائدة غير مرجية منها. يعني تجي مرات تجي وزيرة الهجرة والمهجرة تزور زيارة، ها زيارة لا مثلا تجي توزع، أو مثلا تنطي بعض حتى الوعود ما بعد ينطوها نهائيا، تجي بس زيارة وتزير بس الإدارة، طبعا بس الإدارات مع المخيمات، وبس أنا حسن هذه وترجع في مالها. احنا تساعدنا حاليا بالاقليم المدارس صار لها سنتين الاهالي هم يدفعون، والله العظيم عامل كتف يوميته 20,000 عنده 5 اطفال، لازم هذول ال5 اطفال يدفع شهريا ايجار البنايه مال المدرسه، يدفع شهريا لان المدارس بعيده، نحن مو تعرف انت لان المدارس ما حسب المناطق، فيدفع ايضا شهريا اشتراكات الباص. زين هذا منين يجي؟ هذا الشخص منين؟ هسه حاليا نحن عندنا طلاب تلاميذ ما بالمدارس، هسه صار عندنا كلش عدد هائل لم يسجلون اهاليتهم بالمدارس. استاذه يعني ثائره، يعني انا اعتذر منك لضيق الوقت واشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه ثائره العقيدي الكاتبه والباحثه العراقيه كنت معنا في حلقه هذا الاسبوع من برنامج منبر الرافدين. في دقيقه واحده للسيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذكم، أهنيك وهب أحني قناة الرافدين والأمة الإسلامية جميعا بحضور عيد الفطر المبارك. كل عام أنت بخير إن شاء الله. تفضل يا أبو عمر.
كل عام انت بالفارسة. استاذ محمد احنا بالعراق من 2003 لحد الان ليس انه عيد الفطر مبارك وليس انه عيد الاضحى المبارك، بل كل الاعياد اللي مثل عيد المعلم او عيد الطالب او عيد العمال اللي هل السرح جاي، احنا الشعب العراقي يعني ما عندنا عيد جميل نستثمر فيه من هاي الحكومه من 2003 ولحد الان. كل الاعياد اللي بالعراق ما هي انه اعياد بس بالاسم صارت، الاعياد بان تكون لها مكانه الدوله، لها احترامها للطالب بعيد الطالب، احترامها لعيد المعلم بعيد المعلم، احترامها لعيد العامل اللي هو اللي سبب فقد كل الامور الحياه اللي اصبح انه عاطل عن العمل، عاطل عن كل الامور. فهذه الاعياد اللي تصير عندنا بالعراق ما هي اعياد الا مجرد اسمها، الاعياد عندنا كانت سابقه لانه من كانت عندنا حكومات عندنا نفتخر بها وتهم الشعب كل عيد اللي يظهر على مناسبات الاعياد الوطنيه كعيد الجيش وباقي الاعياد، فكل الاعياد لها مكانتها. ليش؟ والسبب انه هاي كل الحكومه تحب شعبها وتحب انه تقدم لها الخير وتقدم لها الحل. طيب انا اشكرك ابو عمر واعتذر منك طبعا لضيق الوقت، ولكن وصلت الفكره باستقرار البلد يشعر المواطن بفرحة العيد. شكرا جزيلا لك سيد أبو عمر من بغداد، وأنا بذلك أشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.